برحب بيك زميلي احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا لسه مستمرين معاكم في تغطياتنا الحصريه لحفل الاعلان عن الشراكه الاستراتيجيه بين شركه استادات الوطنيه وطبعا البريد المصري، ومعي في هذه اللحظات كابتن احمد عبد الله طبعا المدير التنفيذي لشركه سكاي دايف ثيروس. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه راي حضرتك في ايفنت النهارده والشراكه بين شركه استادات الوطنيه والبريد المصري. هو طبعا في البدايه طبعا برحب بحضراتكم وبهنيكم على الايفنت الجميل ده، لان دي شراكه تعتبر تاريخيه واستراتيجيه ما بين هيئتين قوميتين في البلد او في الدوله. هيئه البريد المصري طبعا هيئه عريقه وليها تاريخها من 1850، وثم شركه استادات الوطنيه اللي هي بتهتم بالسياحه الرياضيه والانشطه الرياضيه في مجال الدوله الحديثه. فطبعا انا شايف من وجهه نظري ان هذه الشراكه هي شراكه قويه جدا بتخدم اهداف الدوله في تنميه الرياضه بالشكل الحديث والرقمي اللي احنا كلنا بنجري عليه في الفتره الحاليه. عايز اعرف بقى ازاي الشراكه دي هتنعكس على سكاي دايف ثيروس، خصوصا ان انتوا اول شركه تدخل هذه الرياضه لمصر. هو طبعا لما نتكلم على شركه سكاي دايف ثيروس فما نقدرش نقول سكاي دايف ثيروس من غير شركه استادات، فهي تعتبر جزء من الكل. طبعا قوه الايفنت والمساعي والاهداف اللي هي رايحه للشراكه ما بين الاستادات وهيئه البريد طبعا هتنعكس بطريقه مباشره على شركه سكاي دايف ثيروس. ان احنا بنتكلم زي ما قلنا جوه مستر سيف الوزيري قال ان الشراكه دي ما بنتكلمش داخل الدوله المصريه ولكن ليها ابعاد خارج حدود الدوله. واحنا بالفعل شركه سكاي دايف ثيروس قامت ببعض الفعاليات الفترة اللي فاتت في العالمين وثم في منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ، ودعت أبطال العالم، وإن شاء الله مخططين الفترة اللي جاية من خلال شركة استادات إن احنا ننطلق مع الشراكة مع البريد المصري ننطلق فعاليات أقوى في منطقة شرم الشيخ والأهرامات الفترة الجاية. بشكر حضرتك جدا وبتمنى طبعا ليكم مزيد من التألق. شكرا ليك يا فندم. شكرا. يعني ده كان لقائي طبعا مع كابتن احمد عبد الله المدير التنفيذي لشركه سكاي دايف ثيروس. لسه مستمرين معاكم في مزيد من اللقاءات. العوده ليك يا احمد مره اخرى في الاستوديو. بشكرك، شكرا جزيلا.